سامية تقول من خبرتك أعطيني أبرز سر اكتشفتيه أثناء التنظيف. أبرز سر، والله ما أدري إيش أقول أبرز سر، بس شوفي أبغى أقول، يعني أبغى أقول الشيء اللي أحس إني يعني كانت لحظة أها مومنت بالنسبة لي هذه السنة. إنه أنا كنت أتصور إنه الأشخاص المتطورين وصلوا لمرحلة عالية من الحب والسلام والامتنان والمدري إيه، إنهم يعني في طريقة أو ممكن توصل، ولما يتكلمون عن أشياء يتكلمون عن أشياء كثير مقنعة بس واقعية ما هي متطابقة. بعدين الأهم مومنت اكتشفت إنه ما حد يقول الطريقة، ما حد يقول الطريقة، عشان كذا جزء كبير 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 وهائل جدا من الأشخاص الذين هم في طريق تطوير الذات، في طريق الوعي، في طريق الروحانية، هم مو قادرين يطلعون، مو قادرين يفكون السلسلة لأنهم عالقين في الأوعي. بس تخيلي، تخيلي بس هذا الموضوع. يعني أنا شفت الحياة بعد ما طلعت قصة الطفولة هذه اللي كانت عالقة فيني من يوم الولادة، مو يوم الولادة، من السنة الأولى اللي ما طلعت إلا بالتنويم. لما طلعت انكسرت السلسلة، كل الدنيا تغيرت، كل الدنيا تغيرت، تشقلبت، كل القصص اللاواعية اللي كانت تقولني طاحت. فأنا أفهم إنه التنظيف صعب، التنظيف ياخذ وقت، التنظيف طويل، بس في النهاية أنت تقدر يعني تؤمن بالحب والامتنان والجمال والسعادة، بس في ورا، في ورا قفل، قفل يعني يجرك، مو بكيفك، مو بوعيك، بلا وعيك تكتشف انك اتخذت قرارات بطيخية، تكتشف انك انت تشعر بمشاعر رديئة، تكتشف. بعدين تلقى شخص يتكلم عن الحب والسلام، تحس انه الله لو اقفز هناك، بس هو شلون وصل هناك؟ هو شلون وشلون وصل هناك؟ هذا هو اللغز. وارجع اقولك هذا هو التنظيم، انه احنا نحتاج اداة عشان نفك العقدة اللي احنا متورطين فيها اللي هي العقل اللاواعي، لان هو في كود 2 اللي اغلب الناس موجودين فيها، في تطوير الذات، في الوعي، في الروحانية، هم موجودين في هذه المرحلة، انهم هم مو قادرين يفكون اتصالهم العميق وتحكم اللاواعي فيه. مجرد ما تنكسر السلسلة كل الحياة تتغير، يكون اللي يتحكم فيك شيء آخر. طبعا كل مرحلة في أحد يتحكم فيها. المرحلة الأولى كانت السبورة هي اللي تديرك، تذكر؟ تذكرون؟ يمكن بعضكم معنا ما زالت السبورة تدير، تذكرون؟ قل الحمد لله أنك صارت السبورة، يكتبون وانت تسمع، يكتبون وانت تترد مثل الحمار، حرام، متهم الحمار، مثل الأبلة. ما تسأل صح غلط، يصلح ما يصلح، بس كانت السبورة هي اللي تقودك، صح؟ الحمد ربك الآن مو السبورة تقودك، الأقفال اللي في رأسك تقودك. قاعدين نحاول نفك، فهذا المقصد. لذلك أنا أقول إذا أبغى أقول سر اكتشفته أثناء التنظيف، أبغى أقول إنهم يعني كنت مرات أسمع لمعلمين يعني خطيرين يقولون كلام رائع، الكلام رائع، بس يا بابا أنا وشلون أوصل هذه النقطة؟ الحب، الجمال، كله ممتاز، كله رائع، إنك تتصل بالكون، يا سلام، حدسك، يا الله، كله ممتاز، جميل. طب يا بابا أنا كيف أصير في تلك النقطة؟ أوكي، لازم أكسر، لازم أكسرهم، وأكسرهم من التنظيف. لذلك أعتبر إنه أهم شيء انك انت تنظف، اهم شيء انك انت تنظف،
وقد ما تدرك أهمية الموضوع الآن، قد تحس إنك أو ضيعت وقتك أو ما تدرك إلا لما تنكسر السلسلة. بس طلال يقول في رسالة الأرواح طلعت روح مشابهة، هل تحدث إصابة تنظيف قفزة في دوري؟ لأن كل فترة يجوني أرواح تحتاج شفاء وتمر وتخرج ويجي غيرها. ما هو إذا جتك، يعني إذا أنت جاك واحد قال لك help، معناها عندك دور. ما دام قال أطلب المساعدة، خلاص أنت انصفيت صفة. القدر حطك في موقف، فعندك دور انك انت تطور نفسك. لان لما يجي شخص يقول لك هل تبغى يكون عندك رد، تبغى تجاوب. هل اسرار تنظيف تساعد؟ ممكن تساعد. صدق اهم شيء ما تطيحون. يقول لما يتحرك يطلع صوت طق باب، اهم شيء ما تطيحون. انا بس اقول الله يستر. طيب اقترحي علي مادة أمر في مرحلة الجمود بعد تراكمات في العلاقة الزوجية والاجتماعية والمادية. حبيبتي أنت، بس السؤال هل عندك طاقة للتنظيف؟ لأن التنظيف يحتاج طاقة، ما نبغى واحد يعني منتهية طاقته. لا، التنظيف يحتاج شوية طاقة. عموما ترى بعض الناس هم في القيعان بس عندهم طاقة ينظفون. هو في القاع يقولك خلاص خلاص مستحيل أقبل الحياة بهذه الطريقة، فعنده طاقة للتنظيف. معنا في القاع، معنا في القاع، بس في شخص ثاني مو في القاع، الأمور ماشية تمام وكذا وقاعد يتفرج على المسلسل، مو في القاع بس ما عنده طاقة. فأنت لما تدخل تنظيف لازم يكون عندك شوية، لو شوية طاقة يعني تشتغل. في عندنا يعني إذا أنت تأخذين تنظيف وأنت ما عندك طاقة، أبغى أقول لك يمكن أبدي بأشياء لا واعية. ابدي بالموسيقى التحولية، التنفس، شيء زي كذا، شيء لا واعي. بس في النهاية بتطلع أشياء على السطح. لما تطلع أشياء على السطح لازم تستعدين تشتغلين على الموضوع. أنا شغالة على الوعي الطفولي. لازم أنظف صدمة فقد أمي. مو الكل بالنسبة للفقد هو صدمة، بس إذا أنت يعني ضربت أجسادك معناها خلص صدمة وتحتاج تنظيف. طيب أنا شغالة على الوعي الطفولي وأثناءه اكتشفت أني كنت بحقد على أصدقائي في المدرسة والنهار. حبيبتي أنتي That's good. That's good. أنا ما أدري أنتي اللي حاقد عليهم ولا هم اللي حاقدين عليك. فإذا هم اللي حاقدين عليك فمعناها أنتي يعني غاضبة. يعني ما أدري من وين جاي الاتجاه. وأكيد يعني إنك تعرف معلومات كذا عن نفسك مزعجة أو مي مريحة. تخيلي شخص يعني كان حاط طبقات على قصة اغتصاب، هو ينظف طلعت على السطح. تتخيل مستوى الألم؟ فعادي نتصور إحنا مثل هذه الألام، لكنها عادات. تقولين انهارت، يمكن أمس انهارتي وصحتي وكذا، اليوم أنت كويسة طيبة، أو يمكن اليوم لسه في أثار بكرة أنت كويسة طيبة. عادات كانت قاعدة هناك في الغرفة المظلمة، في الكهف المظلم، قاعدة تلعب لعب ابن كلب.
ثانك يو. فالان هي ارتحتي، فابغاك تناظرين هذه الزاويه، لا تدققين في اللحظه اللي انت موجوده فيها. عبرت. ماريا حبيبتي مبروك مبروك، وسويت ورقة الأهداف معاكم وتزوجت. اشتريت التنفس ومترددة أبدلي، أني عارفة بتطلع أشياء. حبيبتي أنتي صدقيني أنك قوية، صدقيني أنك قادرة. يطاح الجوال بس لنا صدمة. لا إن شاء الله ما راح يطيح. طيب صفية مستحيل، لا لا غير مناسب. واحدة من الطفولة اسمها صفية كانت روح مساعدة بالنسبة لي، يعني شخص عظيم بالنسبة لي. عايشة حبيبتي تقول هل إذا وصلنا أول صدمة ونظفناها تنتهي القصة؟ في وجهة نظر أو في فلسفة تقول إنه هي بس هذيك القديمة والباقي هي كارمة الصدمة، بس إنها كلها سلاسل بس هي واحدة القديمة، وإنك أنت إذا فكيتيها فرطة السبحة. ففي وجهة نظر، عشان كذا ترى إحنا طول الوقت نقول الطفولة 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 قبل 21 عام، يعني في وجهة نظر تقول ذلك. طيب